ضيوفنا بالاستوديو اليوم رح يخبرونا عن البرامج التوجيهية اللي عم تصير لتأهيل وتطوير قدرات الشباب بمنطقة البقاع، واليوم رح يخبرونا بالتفصيل عن المؤسسة اللي عم يشتغلوا فيها، وأيضا كيف عم بيتم العمل على تطوير هالمهارات والقدرات عند الشباب خاصة في منطقة البقاع. معنا مواد جبور وهي مديرة البرامج بمؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية، وأيضا معنا رامي خوري وهو مستشار تقني ببرنامج إنتاج مود. ورامي صباح الخير. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم معنا اليوم باستوديو عالم الصباح. بهمنا كثير لما بنحكي عن موضوع تنمية مستدامة وأيضا بمناطق عديدة بلبنان، يعني لما بنحكي عن تنمية بتصير أوقات بس بمناطق العاصمة وبغيرها من الأماكن، بحسوا أماكن بعيدة أنه هني مظلومين وما عم بيقدروا يحصلوا على قدراتهم أو ما عم بيقدروا يحصلوا على فرصهم. هيدا الشيء اللي بخلينا يمكن اليوم نحكي عن مؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية وعملها على الأرض، إذا منعرف الناس عنا بالأول. أكيد. أول شيء بدي أشكرك لاستضافتكم لألنا. أهلا وسهلا. مؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية هي عندها هدف أساسي يلي هو تثبيت الناس بأرضها بمنطقة البقاع من خلال نشاطات مختلفة، يعني في مستوصفات، فيها العرس الجماعي اللي بنعمل كل سنة، وهلأ فايتين بمشروع تدريبي وتوجيهي مثل ما ذكرت حضرتك لأنه كتير مطلوب بالمنطقة، وتعاوننا مع جمعية ميرسي كوريا اللي هي جمعية عالمية. هلأ رامي اللي حيخبر عن البروجرام وعن الجمعية تحت اسم بروجرام إنتاج، وتعاوننا كمان مع جمعية تضامن من أجل الاستدامة يلي كمان بتهدف لتطوير المرأة والشباب. هذا المشروع التدريبي والتوجيهي هو نحن بنهدف فيه لحتى نطور مهارات الشباب بمنطقة البقاع نقدر نأهلهم لسوق العمل، لان في حاجه كثير كبيره. صحيح. هون فوق بالمنطقه. صح. حتى نطور لهم مهاراتهم ونخلق لهم اشغال. هلا هيدا المشروع رح نشتغله بطريقه انه نعمل دراسه مع الشركات لحتى يقولوا لنا شو حاجاتهم وشو الصعوبات اللي عم بيواجهوها بالتوظيف، تنقدر نحن نوجه هالشباب ليعملوا اختصاصات يقدروا يعبوا فرص العمل. صحيح. الموجوده. سو بهالطريقه بنكون حليناها بشكل عملي، ومنتمنى اكيد تعاون الشركات، لا اذا الشركات ما تعاونت معنا ما حنقدر نعرف شو الحاجات. أكيد. ما حنقدر. اكيد ما بدنا ندرب الشباب وما نقدر نلاقي لهم فرص عمل صراحه. سو نحن بدنا نجرب قد ما فينا نساعدهم انه ندربهم تيحصلوا على هالفرصه العمل الموجوده بالمنطقه، تيضلوا بالمنطقه ما يصير في نزوح لا على المدينه ولا يهاجروا البلد يعني. صحيح. وهذا الاساس اللي دائما بنحكي فيه انه دائما بدها تكون القصص عرض وطلب، يعني ما يكون في عندنا فائض من وظيفه معينه او من مجال معين وما يكون في تطبيق له على الأرض. رامي، هون لما بنحكي عن برنامج انتاج اللي بلشتوا تتعاملوا فيه مع المؤسسه، قد ايش لكم عم تتعاملوا بالموضوع وكيف عم بيتم التحضير له لتنفيذه على الارض؟ صحيح. اول شيء اسمحي لي باسم ميرسي كور اشكر شاشه المستقبل اللي فتحت لنا الفرصه شوي للعالم تعرف اكثر شو مشروع انتاج وكيف عم بيصير التعاون مع مؤسسه ميشيل ظاهر الاجتماعيه. اهلا وسهلا. سو ميرسي كور هي جمعيه عالميه بتشتغل ب 40 دوله بالعالم تقريبا، وصار لها بلبنان حوالي سنه 93، عم تشتغل على كثير اصعده من التنميه الاقتصاديه مع اللاجئين السوريين والفلسطينيين، السلامه الغذائيه، كل هالامور مغطيتها ميرسي كور بحوالي 11 برنامج. انتاج هو احد هيدي البرامج الرائد اذا بدك بقطاع التنميه الاقتصاديه المحليه. نعم. فهو مشروع ممول من الحكومة البريطانية على سنتين، بيشتغل بالشراكة مع المؤسسات المحلية والقطاع الخاص مثل مؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية، وهدفه الأول والأخير خلق فرص عمل للبنانيين. نعم. طبعا في غير برامج تدمج سوريين فلسطينيين مع لبنانيين، نحن برنامج انتاج هو خلق فرص عمل للبنانيين على ثلاث محاور إذا بدك. نعم. فأول محور هو على صعيد لبنان بدعم قطاع إدارة النفايات الصلبة وإعادة التدوير، وهيدي هلأ المشكلة الكل عم يحكوا الكبيرة فيها الكبيرة اللي عم نعاني منها. عم ندعم مبادرات فردية مع جمعيات مع بلديات بكل لبنان، اشتغلنا بالبقاع بالشوف بالشمال بعكار، كمان لحتى نخلق فرص عمل بهذا المجال. القسم الثاني هو على صعيد الشمال والبقاع، هو قطاع دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم عبر مساعدات تقنية وهبات عينية. نعم. عندنا عدد معين من المؤسسات اللي بنشتغل فيها بالشمال والبقاع. والمحور الثالث والأهم اللي نحن عم نحكي فيه اليوم اللي هو تدريب الأفراد. نحن هدفنا ندرب أفراد لبنانيين شباب وصبايا على مهن، على أنه نقدر نحطهم بوظائف لها علاقة بهالمهن. مش عم نجي نقول في اربع خمس مواضيع بدنا ندرب عليها، عم نطلع نشوف المنطقه شو عايزه، مثل ما حكي مثل ما صار مع مؤسسه ميشيل ظاهر
الاجتماعية، شو عايز المنطقة، شو في فرص عمل، وعلى أساسها عم نمول وعم ننظم دورات تدريبية بالشراكة مع المؤسسات المحلية على اختصاصات، كل الاختصاصات. ما عندنا أبدا إذا بدك ريستريكشن أو ما عم نرفض أي قطاع لحتى نقدر نحطهم بالنهاية بوظائف. نعم. واللي قدرنا عملناه تقريبا نحن قدرنا وظفنا حوالي 45% من الشباب والصبايا اللي دربناهم ب امتى بلش البرنامج؟ البرنامج هو الحقيقه مرق بفتره تجريبيه مدتها 7 أشهر، وعلى اساس النتائج جددنا بلشنا المشروع على سنتين من شهر 4/2016 ومستمرين لاخر شهر 3/2018 ان الله راد. ان شاء الله ان شاء الله. طب هون كمان لما بنحكي عن تنميه قدرات شباب، يعني كيف عم بيتم اختيار هالشباب من اي عمر بعد ما يتخرجوا، بس يتخرجوا من المدرسه من الجامعه، شو عم بتكون يعني فعلا مهاراتهم هالشباب الموجوده فيهم لحتى تقدروا ترجعوا انتم توجهون على سوق العمل الصحيح؟ هلا نحن بلشنا من حسب الدراسه انه شفنا الحاجه بمجالات الميكانيك والالكتريك والمحاسبه وكل شيء له علاقه بالصناعه الغذائيه، لان تعرف المنطقه هناك اكثر منطقه صحيح زراعيه وغذائيه. فبلشنا ننقي اشخاص من مدارس مهنيه مخرجه، من جامعات اكاديميه، بيكونوا مخرجين جديد عم بينبشوا على شغل. هلا هو في شغله كثير مهمه انه الاشخاص اللي بدها تفوت بالتدريب لازم تكون اشخاص ما عم تشتغل، يعني الشخص اللي عم يشتغل وبده يطور مهاراته ما بيقدر يفوت بهيدا التدريب. نعم. سو لازم يكون عم بينبش على شغل مخرج وقادر يلتزم. هلا اذا منه مخرج بثالث سنه جامعه مدرسه مهنيه بيقدر يلتزم بدوام كامل، واذا دبرنا له شغل بيقدر يشتغل دوام كامل، ما عندنا مشكله اكيد يفوت بالتدريب. اهم شيء يكون عنده وقت للالتزام ويكون حابب يشتغل بالمنطقه. نعم. شو تقريبا الاعمار اللي عم بتكون موجوده معكم؟ يعني اللي عم بيكون خالص يعني تقريبا بين 20 ل ماكسيموم 23، لان بتعرفي في عالم بتفوت تعمل ماستر دغري من بعد الهيدا. نعم. اذا بدها تتاهل وبعد ما لقيت شغل، في صعوبات لحتى الواحد يلاقي شغل بالمنطقه، فيهم اكيد يفوتوا لان بيكونوا كمان دواماتهم بعد الظهر، بيقدروا هن بيكونوا عم بينبشوا على شغل. نعم. فمن هيدا العمر. وبالمهنيه اذا كانوا بتتروا بيكونوا اصغر شوي، بيكونوا يعني 18، ما عندنا مشكله اكيد يفوتوا اذا قادرين هن يتخرجوا وكفؤين يكونوا، لانه بهيدا الليفل بتتروا بيكون اذا هو كفؤ ما عندنا مشكله نفوته بالتدريب ونطور له مهاراته. بس نحن هلا توجهنا انه يكون مخرج من المدرسه المهنيه TSLT ام بتتروا مع الكفاءات اللازمه، وهندسه غذائيه، في يكون عامل بيوشيمي، في يكون عامل شيمي بيولوجي كرمال كواليتي تريننج، وفي يكون كمان عامل اكاونتنج وفاينانس لسبلاي تشين وير هاوس كمان تريننج تيقدر يفوت بمجال الوير هاوسنج والسبلاي تشين كمان بشركات بالبقى. فبنتمنى يلي مهتم يتصل بالمؤسسه ميشيل ظاهر الاجتماعيه تنقدر نقابله، لان احنا بنشوفهم مع مؤسسه ميرسي كور، يعني اثنيناتنا بنعمل سيلكشن للاشخاص اللي بده يفوتوا على التدريب وبيرجعوا بيمضوا على مثل اذا يعني ورقه للالتزام، لان هو تدريب مجاني. نعم. وحتى بندفع لهم المواصلات تبعهم كمان، يعني نحن بهمنا صراحه نساعدهم حتى هيدا. كيف بيتواصلوا معكم مود؟ فيني يتصلوا فينا على 0895222222. وفي ويب سايت على يعني اونلاين، فيني يفوتوا على الفيسبوك بيج. هي ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن، كلمه واحده مش هي كلها حتكتبينها. ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن. فين يفوتوا يشوفوا كل الابديت على البيج، وحتى كمان ميرسي كور عم تعمل ابديتس عليهم، واذا بدهم يعرفوا اكثر ليقدروا يجوا لنشوفهم يدقوا على 0895222222. سهل الرقم، سهل الرقم، سهل الرقم. طبعا انا بحب زيد شغله. نعم. على اللي قالته زميلتي مود باختيار التلاميذ. عاده بتدريب مهني معجل بيحطوا نسبة مئوية للتسرب 10-15% للشباب ما تكفي الدورة. نحن من وراء الإجراءات أو الستبس أو المراحل اللي عم يقطعوها التلاميذ اللي حكيت عنها مود قبل اختيارهم، قبل اختيارهم تقريبا عم يكون عندنا 4% تسرب بس. يعني هي نسبة لا تذكر. ومثل ما قلت الدورات مجانية، التلاميذ ما بيتعرفوا على شيء، كل شيء مطلوب منهم التزامهم، واهم شيء مش التزامهم يحضروا الدورة، التزامهم يتوظفوا. يعني نعم. عم نحكي مع شركات لها سمعتها لها صيتها بالسوق وبدها موظفين. شركات موجودة بالبقاع؟ صحيح، كله بالبقاع. صحيح. وحتى الشباب هني مقيمين بالبقاع؟ ف
في المناطق المحيطه اذا بهم ببيروت ويرجعوا على بقاع هن من بقاع وعايشين ببيروت لا هو مناطق محيطه أحسن. يعني او مناطق صحيح. محيطه من بقاع اكيد من صحيح. بيروت صعب يطلع على قده مشوار اذا هو من بقاع بده يرجع على بقاع حب عقلبه بكون تمام كمان بيكون أكيد من احلى الامور هيدي انه يرجع على بلدته الام طب هون كمان لما بنحكي عن عدد يعني ذكرت رامي انه في 45% من الشباب قديش عدد الاشخاص اللي عم يقربوا لعندكم او عم يجربوا ينتسبوا لهالبرنامج وقديش عدد الاشخاص اللي هلا ماشيين بالبرنامج فعلا على الارض طبعا نحن هدفنا بالسنه ندرب 1200 شخص ونوظف 25% منهم يعني على سنتين هدفنا ندرب 2400 نوظف 600 لهلا تقريبا صرنا مدربين حوالي 1000 شخص اللي عملنا معهم الاستماره لنشوف اذا توظفوا هن 330 شخص اللي توظف منهم تقريبا 132 من 300 يعني نسبه لا يستهان فيها تقريبا صحيح. 40% نعم فالحمد لله العالم عم تتقبل الموضوع اكيد في محلات الصف اكيد ما بيسع اكثر من 20 شخص لانه كمان نحن بنشتغل كثير على نوعيه التدريب ما فينا نيجي نقول عم نقول 40 شخص بفرد صف ما حيوصلوا لنتيجه صحيح والاهم من هذا كله انه غير التدريبات التقنيه عم نشتغل على تدريبات مهارات التوظيف يعني عم نشتغل معهم كيف يكتبوا سي في كيف يعملوا مقابله عمل اداره الوقت تايم مانجمنت تيم وورك كل هالامور كمان مع المؤسسات المحليه عم ندربهم عليها زياده عن التدريبات التقنيه طب مين الاشخاص اللي عم بيقدروا يختاروا هالشباب ومين الاشخاص اللي عم بيمرنوا هالشباب لما بيفوتوا على هالبرنامج اول شيء اللي عم بدرب معنا هن جهات مدربه محليه في عنا مؤسسات اجتماعيه جمعيات مثل مؤسسه ميشيل ظاهر اجتماعيه في عنا شركات خاصه بمحلات عم تقوم هي بالتدريبات التقنيه لحتى توظف فيها عندها وهذا شيء جديد نحن عم نعمله بمشروع انتاج عاده الجمعيات بس هي بتشتغل نحن لا عم نجرب نفوت القطاع خاص لحتى يدرب هالشباب مين بيجيب الشباب يدربوا نحن عندنا فريق عمل بميرسي كور بنستقطب هالشباب وطبعا الاهم والمجدي اكثر انه الجهه المدربه هي تجيب الشباب تدربهم نعم هيدي على خبره بين انه اللي بيجيب اذا هن جابوا المتدربين عم يلاقوا نتيجه احسن غير انه المتدربين يجوا من برا عبر ميرسي كور وسوق العمل كمان بالنسبه للشركات اللي عم تقدر ترجع توظف هالاشخاص قديش عم بيكونوا كمان عم بيكونوا تشاركون اذا فينا نقول بهذا الموضوع مثل ما ذكرت عم تشتغلوا معهم تحاولوا انه تخلوهم هن فعلا يفتحوا بوابهم بس قديش عم بيكونوا صحيح. فعلا هن معنيين بهالبرنامج هلا النتائج بتقول انه عم بيلاقوا قبول عم ياخذوا هالشباب اللي عم يتوظفوا وكمان نحن عم نتعاون مع كمان مؤسسه ميشيل ظاهر بيلبقى قريبا جدا رح ينعمل جوب فير او معرض توظيف نعم. يمكن رح يكون الاول بيلبقى ان شاء الله عم ندرسه هلا لنشوف كيف بدنا ننفذه حندي هالشركات اللي عندها فرص عمل حتى تيجي تشارك وبرجع بقول لك المؤسسات الخاصة يعني عم بتكون لها دور كبير نعم لها دور كبير ان شاء الله بس ليدفع الطقس يمكن شوي بلا شكرا كثير رامي يعطيكم الف عافية مود اهلا وسهلا اكيد موضوع كثير اساسي وان شاء الله يا رب بنضل عم نواكب هالموضوع بهالبرنامج وبرامج اخرى كمان ان شاء الله بالمستقبل اهلا وسهلا شكرا رح نتابع محطاتنا بعد لحظات خليكم معنا